في هو انا بالنسبه لي انا تنشوف هاد القله القليله اللي كاينه في المغرب واللي تدافع على هذا النوع من انواع الحريات الشخصيه. مادام ما تبقاش عرفتينا قلال مي بون طبيعه الحال معروفه راه ماشي واضح حتى شي واحد انت براسك عارفه باللي راكم قلال فهمتي ما عارفاش باين داكشي واضح فهاد انت كتقول بان قليله نكمل ما تقاطعنيش كوني حضاريه ومتحضره ما تكونيش رجعيه وظلاميه ما تكونيش رجعيه وظلاميه خلينا نتكلم على شي ماشي تكون قلال بحال الا سيغ كوني متقدمين شحال انتم دابا عندك في المغرب مثلا واخا هو اللي هضر ولا ما تقدرش تقول ارقام لانه قلال بزاف فهاد القله القليله اللي كتدافع على هذا النوع من انواع الحريه الشخصيه كحريه الشواذ انهم يتزوجوا كحريه انهم يخرجوا للعالم ويمارسوا المثليه والشذوذ ديالهم وكذلك انهم يمارسوا الجنس هكا ولا يتعراوا ولا كذا هذا تنشوفهم باللي عندهم مشكل نفسي شخصي لانهم يقدروا يديروا داكشي حنا عائلتنا عارفين انا نساءنا وكذا ما تيكونوش يصوموا في الاوقات اللي ما تيصوموش فيها عندهم عوده كيدخلوا كياكلوا عادي ما كاين حتى شي مشكل حتى شي واحد ما مشى بلغبيهم ولا حتى شي حاجه ما كاينش هذا الشيء طبعا هذا عندهم عذر خذ راحتك ولكن باش تخرج وتستفز هما كيقصدوا الاستفزاز الغرض ديالهم ماشي انه يتغير شي حاجه ولا انهم كذا بغاو يقولوا حنا موجودين حنا قلال ولكن حنا موجودين حنا بغينا نوضح لكم حنا تنتحداو مجتمع كبير تنتحداو ملايين الناس كنتحداو وبغينا نفرضوا راسنا واخا حنا قلال وهما في راسهم تيامنوا بالديمقراطيه وتيقول لك فوالا في الدول المتقدمه كيربح غير ب 51% و 49% وتيقبلوا بالحكم ديالو حنا لا هما غير 0.0001% وبغاونا نقبلوا حنا الشعب كامل يخضع عليهم هما ويدير داكشي اللي بغا ويقبل بزاف الديمقراطيه تحترم الاقليات طيب الديمقراطيه تحترم